السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علم من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بأكادير أدانت ليوم الجمعة المتورطين في أحداث الشغب التي شهدتها المدينة بعد مباراة حسنة أكادير والفتح الرباطي التي أجريت بملعب أدرار بأكادير، وأدين شخص واحد بسنة حبس نافذة، فيما قالت في حق 7 أشخاص آخرين بأداء غرامة مالية، كما أن باقي المتابعين ستنطق الأحكام في حقهم الاثنين المقبل. المصالح الأمنية بأكادير كانت قد أوقفت 84 شخصا بينهم 56 قاصرا على خلفية أحداث شغب شهدتها مباراة الحسنية والفتح الرباطي يوم الأحد 20 مارس، وتم توقيف المعنيين للاشتباه بتورطهم في ارتكاب أعمال شغب وحيازة أسلحة بيضاء والسكن العلني البين والتخدير والترشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية. وتسببت أعمال الشغب التي أعقبت هذه المباراة في تسجيل إصابات وجروح في صفوف رجال الأمن، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالبلك العمومي.